سابون. حمزة قرفي، كندرس بأولى علوم اقتصادية ألف. كيفاش الأجواء اللي قمتوا بها في هذه المسابقة؟ هي الأجواء كانت جد رائعة، بصفة أن المؤسسة مجموعة مدارس ميري كتهتم بواحد الجانب ديال أنها تهتم بصقل شخصية الشخص والصقل ديال المهارات ديال، ونادرا ما نجد مثل هذه المدارس. فنشكر مدرسة ميري على إعطائها الفرصة لنا للتعبير عن آرائنا. استفدنا مثلا المعلومات، يعني حين مثلا كنوجدوا شي موضوع احنا راه هذوك المعلومات اللي كنحفظوا راه مكتسبه لينا حنايا اولا، عاد تنلقنوا الجمهور، وحتى من ناحيه الشخصيه تيكون عندك ان كتزادك الثقه في النفس، يعني كتجيك انك تهضر قدام الجمهور عادي جدا. مدرسه مدارس ميري هو كان كيف ما تلاحظوا ان الانسجام بين الطاقم الاداري والانسجام بين التلاميذ، يعني هناك علاقه، يعني ما بقاتش في اطار ديال العمل، ولات علاقه وديه. وما ما يميز مدارس ميري هي انها كتهتم بداك الجانب ديال التلميذ، يعني ما كتهتمش بالتدريس فقط، كتهتم بالانشطه الموازيه وصقل شخصيه التلميذ طبعا. وشكرا لك.